السلام عليكم. انا الام ديال هاد الوليدات هادو بثلاثه. هذا ولدي عنده 4 سنين، وهاد البنيه بنتي عندها 4 سنين، وليدي عنده عامين، والبنيه الصغيره عندها عام. كنا ساكنين في المحل ديالنا المستوري، الحمد لله بداكشي اللي قسم الله تحكم علينا بالافراغ، خرجونا بدون رحمانه. وهاد الوليدات لاخاش ما قدرناش، ما عندناش الفلوس باش نخلصوا الكراء، وحنا في المعيشه. الاب تخلى عليا انا والوليدات، قال لي تكلفي بمسؤوليتك بوحدك، ودابا خرجونا من المحل انا وهاد الوليدات. دابا انا ضيعه بيهم في الزنقه بدون رحمه. دابا انا كنوجه نداء للمسؤولين، الا كان شي حد كيشوف فينا انا وهاد الوليدات يعتقونا. راه ما عنديش كيفاش غندير لهاد الوليدات، ما عنديش كيفاش غنخدم، ما عنديش كيفاش غندير ليهم. راه توحلت بهاد الوليدات. الله يجازيكم بخير، الا كان شي حد كيشوفنا ولا كان شي قلب رحيم كيحس بال يعني كيحس بالمسؤوليه ديال الوليدات الصغار، يشوف فيا انا وليداتي. راه ما عندنا لا سكن لا والو، كنعيشوا عشوائيا في الزنقه. انا ما عنديش كيفاش غندير، ما لقيت لا حيله لا وسيله، ما لقيت حتى شي حد يوقف معايا، يوقف مع وليداتي. تعبوا لي وليداتي، فين هي مدرستهم، فين هي العيش الكريم ديالهم. حنا كنتمنوا دابا غا السكن يسر ويسر وليداتي. 15 يوم حنا في الزنقه، دابا تقريبا فوت من 15 يوم حنا في الزنقه، كنعيشوا في الزنقه، وحياتنا حياتنا ضيعه انا وهاد الوليدات. انا بغيت غير وليداتي، انا ما عندي غرض الدنيا هاني، انا وليداتي بغيتهم ها هما اللي يتقعدوا الدنيا هاني. انا هاد البنيه حتى هي تابعه مدرسه، وليدي حتى هويا. اب ديالهم تخلى عليهم، ما كتواصليش معاهم، قطع التليفون، قطع كل شيء، وخلى لي الوليدات كي غندير ليهم. ما عنديش كيفاش غندير ليهم، ما عندي حتى حد، ما عندي لا عائله لا حتى شي واحد، ما عندي غير الله سبحانه وتعالى، وما عندي حتى شي حد. قصدت جميع البيبان، ما كاين حتى شي حد. والناس قالوا لي توجهي الاعلام، ولعل وعسى النداء ديالك يوصل للناس، يوصل لشي حد مسؤول يعتقوك ويعتقوا هاد الوليدات. ولا اله الا الله محمد رسول الله. عندنا هوية مغربية، وكان عزيز عندنا هاد البلاد، كنموتو عليها. ولادي حتى هما كيحلموا بمستقبل مزيان، كيحلموا حتى هما يكونوا يكبروا ويكون عندهم حتى هما وظيفة يدافعوا على هاد البلاد، يدافعوا عليها. ما هاد الشيء، لا ما عندنا لا حيلة لا وسيلة، ما عندنا حتى شي حد، ما عندناش كيفاش غندير. هما الدراري صغار باقي ما حاسين لا مسؤولية لا والو. أنا اللي دابا أنا هاز الهم ديالهم، ما عرفتش كيفاش غندير. كنوجه رسالتي للمسؤولين، المسؤولين الكبار اللي كتهمهم، اللي كتهمهم مصلحه البلاد وكيتهمهم مصلحه المواطنين. انا مواطنه، عندي هويه مغربيه عزيزه عليا بلادي، كنموت عليها. بلادي بلاد الامن، بلاد الامان، بلاد الناس كاع كيموتوا عليها. حنا دابا حاله من حالات بزاف، حنا ضايعين. انا كنتمنى رسالتي توصل للناس، توصل يعني تمشي للاعماق. باش ناخذ ديك البركه. الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. راه كنعاون بها على الوليدات. انا واحد السيد كيعاوني وكيعطيني شي بركه كنعاون بها، بركه خياتش كنعاون بها وليدات، كنشري بيه كوشكو، كنغديهم، داكشي اللي بغاو، شي حاجه بغاو، شي بيه شحال كتلاهيه.